لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. ويجيب لك الله الرزق الوفير. حاول أنك كل ليلة قبل النوم اقرأ سورة الواقعة، اقرأها كل ليلة قبل النوم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، اقرأها وملي قد سالي غترفع يدك للسماء وتقول يا رازق أرزقني، يا كريم أكرمني، وإن شاء الله ربي غيجيب لك الرزق بإذن الله. وفي الصباح الباكر حاول أنك تملأ وقتك بالاستغفار، املأ وقتك بالاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فالله يشفيك والله يعافيك والله يجيب لك الرزق الوفير في القريب العاجل، والله يحفظ لك وليدك يا ربي تشافيه وتعافيه وتجعله قرة العين يا رحمن يا رحيم. ونطلب الله تعالى يأتينا بأمطار الخير. راح بابنا أخوتنا في العالم القروي هو اللي يعلم بالحالة ديالهم، احنا في المدينة مستورين رغم الغلاء الكثير ديال المعيشة، رغم الارتفاع في الأسعار، رغم الظروف الصعبة، ولكن كنبقاو في المدينة مستورين. المدينة تأتي إلى الخيرات من كل جانب، لكن أحبابنا في العالم القروي هو اللي علم بهم مع الجفاف والموجة ديال الحر وقلة المداخيل وضعف اليد، ربي اللي علم بهم. فنطلب الله يفرج على الجميع. وهذه مناسبة، هذا البرنامج كيسمعوا لي واحد العدد كبير ديال أهل الإيمان، خصوصا المستضعفين والفقراء والمرضى، هذو كيتسموا أحباب الله. أول من يدخل الجنة من العباد هم الفقراء، يسبقون الأغنياء ب500 سنة، في الحديث يسبقونهم بنصف يوم، واليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. يدخل الفقراء بلا حساب، ثم بعدهم يؤخر الله الأغنياء للمحاسبة. كل غني غيسول الله تعالى عن ماله، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. جميع الأغنياء غيتسولوا، وقفوهم إنهم مسؤولون، كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقته، المحاسبة. إلا الكرماء وإلا أهل الجود والعطاء، هادو ما كيتحاسبوش، هادو يقال لهم ادخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. هادو قد يكونوا من الذين كرمهم المولى، كيتموا داخل مباشرة إلى الجنة. واحد الفئات كثيرة غتحبسهم الملائكة، من أنتم؟ هادو غيقولوا نحن الكرماء المحسنون الذين كنا نعطي بلا حساب. كيقولوا ادخلوها بسلام آمنين. من خلفهم غيدخلوا، من أنتم؟ نحن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ادخلوها بسلام. من أنتم؟ نحن الصابرون على البلاء، نحن كنا نصبر ونحتسب. فكيدخلوها بسلام آمنين. كجي طائفة أخرى، من أنتم؟ نحن المستغفرون، كنا نستغفر الله في كل وقت وحين. ودخلوها بسلام آمنين. وغيرهم، هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ومن بين أول من يدخلهم الكرماء. يروى أن سيدنا موسى الكليم عليه السلام نبي بني إسرائيل كان مع واحد الجماعة ديال الصحابة ديالو، وقالوا له، قال لهم هذه الساعة راه الدعاء مستجاب، اللي بغى شي حاجة يطلبها من عند رب العالمين. فبداو كيطلبوا الناس، واحد فيهم قال واحد الدعوة، قال يا سيدنا موسى أنا بغيت من الله تعالى يعطيني المال الوفير، ماشي المال العادي، بغيت المال الوفير. فقال الله تعالى الدعاء مستجاب، سأعطيه ولكن بشرط، لسنة واحدة صاحبك هذا سأستجيب دعوته وأعطيه المال الوفير، ولكن لسنة واحدة فقط. فقال لي رضيت، المهم أنا بغيت مال وفير. أعطاها له. فكان الرجل يأتي إليه الناس يقول لي أعطينا مما أعطاك الله، يقول لهم خذوا، هو لا يخاف الفقر. ففتح باب في بيته، عنده واحد البيت كبير، عنده الباب ديال الدخول والخروج على الأسرة، فتح باب من الجهة الأخرى، هادو الفقراء والمساكين اللي دق عليه الباب كيقول لي خذ مما أعطاني الله. ملي كثروا عليه الناس قال لهم افتحوا باب
من الاتجاه الآخر، ثم كثر الناس عليه فقلم افتحوا باب من الاتجاه الآخر حتى فتح سبعة أبواب، سبعة أبواب اللي جاك يقول ما أعطيه، أعطيه لهذا وأعطيه لهذا. يقول لنا سنة بكاملها وعدني ربي أنني لن أذوق الفقر مال وفير، واستمر هكذا لمدة سنة بكاملها والخير عنده كثير. فمضت السنة وجاءت شهور متوالية وبقي الرجل على حاله، دوك اللي كانوا معاه وداروا الدعوات ديالهم انتهت، إلا هو صاحب المال بقى غني وبقى المال يزداد ولا ينقص. فتعجب سيدنا موسى الكليم كليم الله فخاطب ربه: يا رب قلت لي بأن هذا الرجل ستغنيه واشترطت علينا أنك تغنيه لسنة واحدة، والآن مرت شهور وأوشك أن يتم سنتين، ما شأنه؟ ما حقيقته؟ فقالهم الله تعالى: هذا الرجل فتحت له بابا واحدا من أبواب العطاء، لكن هو فتح سبعة أبواب من أبواب التوسعة على الفقراء والمساكين، فاستحييت أن أنتزع منه عطائي. فبقي ذلك الرجل من الأغنياء والأثرياء يعطي ولا يخشى الفقر حتى توفي، وبقيت ذريته على نهجه وبقي لسنين وعقود طويلة، وصار من المشهورين أنه أغناه الله تعالى ليس بالتجارة ولا بالصناعة ولا بالخدمات، وإنما بالبركة، أغناه الله بالبركة. فأسأل الله تعالى أن يغني الجميع وأن يحفظ الجميع وأن يرزق الجميع ببركة النبي الشفيع، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذا عم الحاج لبس عليك. لبس مولاي بارك الله فيك. والله عم الحاج حين تنسمع صوتك الله ينورك من عند الله، والله يحفظك عم الحاج. حين علاش تعطينا الدين ديال الله، الله ينورك في الدنيا وفي الآخرة عم الحاج. بارك الله فيك اخويا، اعزك الله مولاي. يحفظك ويرعاك من عند الله. انت علاش راه تنصنط لك دائما قدام عمي الحاج وتدعى معايا، الله يحفظك قدام عمي الحاج. بغيت نقول لك قدام عمي الحاج. اي مولاي. على حساب هذوك البواسر بغيتك تدعى معايا، راه تيدوزوا ليا الضايه ديال الدم قدام عمي الحاج. لا اله الا الله. وتيعمروا ليا حوايجي بالدم وحاشاك، وما خليت فين دوزت، ما خليت فين. لا حول ولا قوه الا بالله. ولدي حتى هو مريض ليا بالصرع. ديتو ايام تاع عمي الحاج لمراكش، عندي الرانديفو يام تمشي ديتو. لا اله الا الله. وعندي ثاني دروك الرانديفو عطوه ليا في شهر واحد، نهار 7 شهر واحد ثاني خاصني نرجع لمراكش ثاني ندي. ومريض بالصرع ومريض ليا بالضيقه، عندي جوج رانديفوات دروك تمشي لمراكش على حساب ولدي، وانا مريضه قدام عمي الحاج. عندي هذوك البواسر كيدوزو ليا الضايه ديال الدم، والله اللي مطالع الحاله. الله يشافيك خويا. وبيت الله سمعني شي واحد وبيتساعد معايا، الله يكثر خيره قدام عمي الحاج، الله يكثر خيرك انت يا ربي يا كريم اخويا. يا ربي يا ربي، الله يحفظك السيد المختار. السيد الصديق من سيد المختار، الله يشافيك ويعافيك. اخونا السيد الصديق عنده هذا المرض مزمن سنوات طويله هو كيعاني منه، نطلب الله سبحانه وتعالى، الله يشافيك، هو الشافي هو المعافي هو المداوي، نطلب الله يشافيك ويعافيك يا رحمن يا رحيم، ونطلب الله تعالى يفتح شي باب من ابواب الخير، ونتواصلوا معك السيد الصديق ان شاء الله يكون لك خير كبير باذن الله في القريب العاجل. الله يشافيك الله يعافيك، خصوصا الاحباب ديالنا اللي كيقتنوا في العالم القروي وكتكون المهنه ديالهم فلاحه، بل بالاحرى واحد المجموعه كيتواصلوا معنا، حيت ملي كنتواصل معهم من بعد خارج الاذاعه كنلقاهم في العالم القروي ما خدامينش فلاحه، اعزكم الله وحفظكم الله، بصح كانوا خدامين يعني احنا كنا ضعاف تحت ملك الله، يعني كيقول لك انا حنا خماسه، هو خماس يعني كتلقى كيرعى الغنم لشي واحد لاباس عليه وكي يقوم باعمال الفلاحه. ومع هذا الجفاف اللي وقع في العالم القروي الفلاحه الكبار ضروا، ولكن الفلاحه الصغار ربي اللي علم بهم، ومنهم السي الصديق هكذا يعني كتلقى من غير عمل من غير مدخول، والصحه متهالكه والمرض مزمن مستمر لسنوات طوال. الله يشافيك اخويا، الله يعافيك، الله يداويك، ونطلب الله تعالى يفتح شي باب من ابواب الخير، نتواصلوا معك في القريب العاجل يا رحمن يا رحيم. الله ينورك بنور الله، واللي بغى الرقم ديال السي الصديق انا نسجل ونعطيه ليه باذن الله. حفظكم الله ورعاكم الله واسعدكم الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. غير السي الصديق نطلب منك اخويا، نطلب منك باش ربي عز وجل تجاوز هذه المحنه. السلام عليكم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.